الأخ عبد الولي العضاهي من تجار العسل المبدعين والرائعين، نزوره إن شاء الله إلى مكانه ونتعرف على العسل اللي عنده ونسلم عليه أيضا. تعال يا عيسى، تعال يا أخي، تعال بالله عليك. هذا الأخ عبد الولي، عرفنا على نفسك. عبد الولي العضاهي طبعا من تجار العسل الرائعين، وما شاء الله يرسل العسل الى كل مكان، امريكا، كندا، السعوديه، كل مكان، من التجار الموثوقين وعلى مسؤوليتي. اللي يبغى يشتري العسل الاصلي عند عبد الولي وايضا عند بعض الشروع عشان ما انا الله يسعدك. طبعا ما فيش دعايه مجان، ما في، كل مصلي يدور يصبره. لا والله اقسم بالله هذا حبا فيه وحبا بالله. وعلى فكره يتواصل معي السعوديه، على فكره والله اني قابلنا على الهاتف قبل ما في عرس، والله ما متذكر، لكن اول مره برضه يعني نتقابل ونسلم عليه، وهذه من فوائد وسائل التواصل الاجتماعي. والله يستاهل كل خير، يستاهل الدعم. معقول عبد الولي 7000 متابع بس؟ نتمنى يوصل الى 50 و100 ألف متابع على الفيسبوك. لا تنسوا يا شباب الدعم الحقق معهم. هذا ما هو صدق يا شباب يا متابعين، خلوا عبد الولي الان يورينا افضل عسل عنده وايش اسمه وبكم. قرب تعال عشان الصوت، لان الصوت بعيد. العسل 4 انواع ما شاء الله. في عسل سدر، في عسل سلام، في عسل سمر، في عسل مرعي، والان تفرح سوق. بالنسبه لعسل سدر هو افضل يعني توب. هذا حق العرسان، هذا حق العرسان، وايضا مفيد للمناعه، للذاكره، البنيه، يعني كغذاء عام للجسم. ما شاء الله. السدر هو يعتبر يعني ارقى عسل، سيد العسل. ما شاء الله. بعدها يجي عسل السلام تهاني. عسل السلام ممتاز لامراض السكر، وايضا يفيد الباطنيه. صراحه مش كل مكان تواجد في المنطقه الجنوبيه اخر شيء. حضرموت شبوه وابل. بالنسبه لل اخر شيء اللي هو المراعي، هذا المراعي اللي هو بجد اسمه المراعي، هذا اللي حالته حاله ومسكين وطفران، يعني احسن من الغم السوداء او العسل. والله يبعد. يعني معنى عسل مراعي طيب مناسب. يا اخي تنصحوني اقعد اجر عسل ولا عليكم ولا خلاص؟ بيزعلوا بعض الشباب اللي هم زملائي ويشتغلوا في العسل. الله يبارك فيك، تشرف والله. شكرا جزيلا. لا اوصيكم يا شباب اللي يبغى عسل، نحط لكم ان شاء الله الارقام في الوصف. العيب احلى عسل واحلى جوده واحلى تعامل ان شاء الله. الله ورزقك الله من عنده باذن الله. الله يبارك.